بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي الاخوان، الله شاهد، يعني كنتكلم معكم بكل صدق. ملي كنكون كنسمع الاخوان كنسمع منهم انتقادات في محلها، وكنسمع منهم ملاحظات حتى من الاخوان اللي معانا في الاغلبيه الحكوميه او لا اللي من الحزب ديالنا ولا النقابه المقربه منا، وتنسمع انتقادات واخا تكون قاسيه، وتنسمع مقترحات كتبين لي الغيره، والله الا كنفرح كنقول بالعكس. ولكن ملي كنسمع شي كلام هاد الانتخابه وياه وهاد الحكايات تنبقى نستغرب، تنقول واش حنا دابا في التفليه؟ واش الناس كيموتوا في الطرقات وماشي في الحوادث الطبيعيه اللي واحد النوع منها دائما غيبقى ولا مفر منه بسبب اشكاليات عميقه، اشكاليات رافقتنا على مدى عقود من الاختلالات التدريجيه، كل واحد قال شي حاجه منها. في هذا الوقت هذا خصنا ما نكونوش كنتكلموا وكنضحكوا، خصنا نكونوا كنتكلموا وكنبكيو، لانه كنأديو الثمن ديال واحد 50 عام ولا 60 عام اللي ما قمناش فيها بالواجب ديالنا، واللي تدريجيا الوضعيه ساءت وجات الحكومه ديالنا ويقال لنا اننا فشلنا. كيفاش؟ حنا الوقت اللي جينا وكان ولقينا هاد المشاكل هذه ماشي بهاد السهوله، لا غادي يتبين لنا بالضبط كيفاش تكون المقاربه وماشي بالسهوله غنقدوا نحقوها. ولكن إلى تضافرت الجهود، وإذا يعني جاتنا، نقول لكم على سبيل المثال، الإخوان طالبوا مناظرة، أنا موافق، أنا كنطلب قبل من المناظرة تدخلات ديالكم اللي عملتي، واليوم تنطلبها منكم تصيفطوها لي مكتوبة في أسرع وقت، راه ديالي ديالكم وديال الجواب ديالي مكتوب وراه عطيته لكم، راه الجواب ديالي مكتوب وفيه حتى الاجوبه على المجالات اللي ما تكلمتش فيها، لانه سمحوا لي ما تعيطوش عليا اليوم بسبب الحادثه ديال تيزين تيشكا وتجبدوا لي الموانئ والطائرات والكيروزين وتيسحب لكم. واش انا عارف كل شيء؟ ماشي معقول هذا الكلام. لا، بشويه إلا بغيتيو تتكلموا على الكيروزين عيطوا على السي بن هيما يجي هو والسي رباح وديروا اللجنة، وتكلموا على لارام وعلاش زادوا في البلايص وعلاش وعلاش حيدوا النقل. نعم، الدعم ديال النقل الداخلي القلمي، نعم هذا خصو يتقال، وهذا أنا كنتحمل المسؤولية باش نقول لكم بأنه التوجه ديالي نردوا الدعم للنقل الداخلي ديال الحكومة باش يكون بواحد الثمن معقول. الطريق اللي تكلم عليها الاخ راه ما يمكنش يكون، الله يحفظه وداه استاذي، الا تبدلت في 9 شهور وانا كنت صريح وصادق وباغي الخير للبلاد ودابا ولا العام زين، ياك من الصباح وانا كنقول لك راه حنا في مصيبه وكنعترف وكان اش خاصك اكثر من هذا الشيء؟ وهذاك الطريق اللي كتكلم عليها كنتاسف، ومع الاسف انا نقول لك هذيك الطريق دابا اللي بين تيزنيت وبين خاص الناس يشوروا شويه، راه هذاك الحوادث ديال السير ماشي بسبب الطريق فقط، خصهم يمشيو بشويه. ولكن واخا هكذاك انا سولت السير رباح على ديك الطريق وقال لي باش تولي دوبل فوا خصها 12 مليار وباش توسع واحد شويه خصها 3 ديال المليار ديال الدرهم، يعني الصحراء ديالنا كتستحق 3 مليار ديال الدرهم وكتستحق 12 مليار ديال الدرهم وكتستحق اللي بغات. تي شويه بشويه، طبعا احنا هذا الشيء دابا غادي نفكروا فيه، ولاني كنبغيو نسمعوا الكلام. دابا اللي عطى الله عطاه قال لك واحد الاخ كتعايرنا بالمشروعيه، اخويا انا ما كنعايركمش بالمشروعيه، انتم اللي عايرتوني، انتم اللي كتقولوا التدخلات ديالك والشعبويه والانتخابويه وداك الكلمات كلهم، رانا وبعد واحد المصيبه وما تنفهمش داك الشيء الا بصعوبه. واش حنايا كنتقطعوا جينا؟ انا ما غنقول لكمش كل شيء، ما غنقول لكمش كله وما غنقول لكمش دائما، ولكن الله شاهد ملي كتكون بحال هذه القضايا هذه كيكون الهم ديالي هو
كيفاش نقصوا المشاكل، كيفاش نحلوا المشاكل. أما الانتخابات لا الجاية ولا الأخرى، إذا حل العدالة والتنمية لسميتو كان كيستحق مرحبا به، إذا ما استحقش يمشي له لا يردوا. اسمحوا لي خليوني نتكلم بصدق، نتكلم معكم. هذا الحزب هذا ما درناش باش نحتلوا المقاعد والمناصب وناخذوا الامتيازات. هذا الحزب درناه باش نخدموا البلاد، لكن غير يخدم البلاد برك مسعود، لكن ما يخدمش البلاد يمشي في حالته المغاربه الحمد ويعني الامهات ديالهم يعني امهات والود رؤوم رحوم باقي ولدوا حسن. هذا الحزب 10 ديال المرات انا كنتالم، لانه هذه هي الاولى خصنا نصفيوها قبل ما نصفيو الشيء الاخر. الماكينه ديال السيقي وحكت تكلم على النقل وفعلا احنا رحنا الى كان خصنا ناخذوا الاحتياط وفي المستقبل ما يسوق الكار الا الانسان اللي عنده فوق 40 عام معروف بالسلوك الحسن الى اخره، راه هذه الاجراءات غناخذوها. انا نقول لك راه كرئيس ديال الحكومه هذه القضيه هذه طبعا ملي انا تحملت المسؤوليه كاين التعليم كاين التجهيز كاين واحد العدد ديال المشاكل، لكن ملي كتوقع هذا الشيء هذا راه صافي كيتبلوكا ليا الدماغ، وراه وقع بيني وبين الوزير ديالي في هذه القضيه شحال ديال الغوات ديال الصداع. تنقول له اتخذ الاجراءات اللي كتعتبرها ضروريه، الناس اللي عملوا مخالفات عاقبهم، فهمتيني ولا؟ ولاني ملي كتجي تتخذ كتخاف عاوتاني الظلم، ولهذا لابد تمشي بشويه وتيخص السياسيين يعاونونا. كتقولوا لنا المقالع ديال الرمال، الله يخليك السي رباح الى ما تطلق اللائحه ديال المقالع ديال الرمال. تي لان المشكل ديالنا شنو هو حنايا؟ والمقاربات اللي كنديروا قلتي دفاتر التحملات باش يكون ديك الشيء ملي كنجيو نديروا دفاتر التحملات كاينوا عاوتاني صداع على والسي بن شماس كان جا واحد النهار لباب الدار ولقى واحد الطوموبيله ديالي واقفه ودبز مع البوليس نتي ولا ديال المدرسه ولا ديال لا. شوف استاذ انا بغيت نسولك انت واش ما عمرك خالفتي قوانين السير؟ ايوا شتي دابا ودابا تنشكرك انت على ولاني انا كنقول لك صحيح. انا شوف انا ما خبيتش وتنقول لك واحد القضيه اليوم خصنا نقولوا واحد القضيه، تنقولوا لرجل الشرطه دير القانون طبق القانون. وكلنا في البرلمان ماشي ملي نسمعوا شي رجل الشرطه طبق القانون ومساتوا اليد ديال السلطه نسكتوا عليه، نوقفوا كاملين هنايا ونقولوا هذا ما علاه. شوف هذه عيطوا عليا فيها، قولوا علاش هذا رجل السلطه ملي طبق القانون في حق هذا الشخص اللي عنده واحد المكانه ما نعرف شنو في المجتمع ولا في الدوله ولا ولد شي واحد ولا الله اعلم، علاش اللي ما وقفتيش؟ انا كنعتقد ان حنا اليوم عملنا انتقال من ضبط المجتمع الى خدمه المجتمع، وهذا الشيء جاء في الخطاب ديال جلاله الملك البارح ودخل عليا السرور وما نخبيش عليكم قلتها ليه، لانه هذا واحد الشيء هذاك المفهوم الجديد ديال السلطه اللي قالوا النهار الاول حنا كنعرفوا غير هذاك الكلام، خصنا نمشيو فيه وغترجع الامور تدريجيا باش حتى ذاك رجل الشرطه حتى هو اللي تنقولوا له في نفس الوقت ما تاخذش الرشوه، راه هذيك العشرة ديال الدراهم ولا 100 درهم اللي كتاخذ راه تقدر تسبب في القتل ديال شخص تلقاه فوق الظهر ديالك يوم القيامه وفي الرقبه ديالك يوم القيامه ولكن يعني تقنع بداك الشيء اللي عطاك الله، ولكن في نفس الوقت راه المجتمع كيحميك من خلال المؤسسات ديالو من خلال البرلمان من خلال مجلس النواب. واما المشاكل اللي كاينه هي كثيره، راه قال لك واحد الاخ قال لك حنا ولينا ولاد الفشوش، ما كناش ولاد الفشوش، ولا كان الانسان عند يعني كيتجاوز الحدود وكيمشي للمنطق ديال الفشوش كاين هنالك القانون اللي زجريه، والاخوان قال لك القانون ما كافيش والضغط ما كافيش والضرب ما كافيش، ولكنه ضروري لانه المجتمع تيربي في المدرسه، ولكن ملي كيدخل الانسان للمجتمع الى خالف القانون تيخصو يلقى امامه ولا اذا اساء الى المجتمع تيخصو يلقى امامه القانون وتيخصو يلقى امامه السلطه وتيخصو يلقى امامه الصرامه وتيخصو يلقى امامه العداله باش تكون الامور واضحه. وهذا الشيء هذا العداء هذه الحكومه هذه الحمد لله تتوفر على الشجاعه والاراده باش ديرها. واما القضيه ديال فين صاحبي السيد عيديها؟ انت قولوا لي القضيه ديال الحلاوه يطمئن، لانه انا ما اعلنتها في البرلمان الا وزير الداخليه معايا وقال لي راه القرار فوق المكتب ديالي.
لان هذيك الحلاوه واحد النهار قالوا لي الطاكسيات السي بالكيران هنينا غير من ديك الحلاوه، لانه مساكن كيبقى يخدم. تصور دابا انت مول الطاكسي خصو يعطي 5 6 7 د الملايين كل عدد من السنوات، كيفاش كدوز عليه؟ وبعض المرات كتوصل ل 20 و 30 مليون. انت ايوا شتي دابا المنكر كي غيدير هذا مول 45 مليون كيف غيدير ينعس؟ فهمتيني ولا لا؟ ولهذا انا بغي نقول لكم كل شيء، هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه المفاد ديالو 30 ثانيه. الاشكاليات كبيره، نعم السي انا متبع عرفت الاشكاليات كبيره، ولكننا قادرون ان شاء الله على تجاوزها، ماشي بسرعه ولكن بالتعاون، وكل واحد يساهم باحسن ما عنده. وهاد القضيه ديال الحسابات السياسيه السياسويه والانتخابويه وديك الكلمات الاخرى اللي كتردوها ما والى سحبتيها دابا وليتي صاحبي فعلا. لانه علاش انا نقول لك، انا نحن اليوم نتحدث عن امن المواطن. شكرا 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 سيدي رئيس الحكومه، شكرا شكرا. يحتاج الى ان نكون شكرا على مساهمتكم، رفعت الجلسه، شكرا.